عليكم حجي. عليكم السلام. اليوم وياك مباراة الشاكر زايرينك. هلا بيكم، الله يستر عليك. الله يديك، الله يسلمك. حجي سولفي لنا حياتك معاناتك. هاي لا عندي لا ولد لا نوم، كل شيء ما عندي، هاي الغرفة قاعدة والرعاية 120، الدنيا صدعة ما تقدر تقبل لي الدوار. هاي أنا حاطة عامة، خرجت غرفتي حطيت لها سدة بيتين، هذا البيت باب تشيك وذاك اليوم كهرباء، أنا والجواري نجرة ولي هم بيري. إي وساعدني الواحد، هاي حاطتي أنا، هاي اللي ريدية منها، إزازين منها. حتى اختنق مرات ما حل الباب ما سدني شو اسمه هاي العام ويا بنتي هاي سلاجة ما البطل الدنيا هم الطيب مستعد يطمن شو اسوي هاي حاط من شنو مريضة حجية تعانين انت؟ انا القولون المرارة شايلك تاخذين علاج عليهن؟ شهرياً لو شلون العلاج تاخذينه؟ 50 الشهر من 100 ما ترعاه. مرعاية؟ صادقة. بشهرين أي مرات ما يبنى أحتاج الفلوس شو أسوي؟ هذا دواعي وسراوتي. لا صادقة حجية. قد يظل من 100 موزين 120. زين حجية شنو اللي محتاجته أنت هسه اللي بالبيت؟ غرفة؟ مرة تروح تكمل بين الحرامين هذا غير وقت شسر الغرفة هاي تخرع عليك لو كثير أروح لجوارين أنا وهاي هاي أنت بس هاي الغرفة اللي ساكنة بيها؟ بس هاي أطبخ بيها أنام بيها. شنو اللي محتاجة يعني بالضبط أنت؟ قريت بس إذا قريت ريته مستمدة كل شيء ما أريد والله يستر عليه الله يستر عليه كيف أو شف السيبا هذا يفلسك هاي كل شيء ما أريد إن شاء الله حجي أهل الخير راح تسمع مناشدتك وإن شاء الله يستجيبون ندائك وما يقصرون وياك إن شاء الله ان شاء الله يوم. ان شاء الله حجي احنا من ضمن برنامجنا عندنا هاي بطاقه الغذاء والاكساء خليها يمك هاي تجين تستلمين بيها يستر عليكم ورحم الله والديك. عندك بعد حجي شيء تذكرينه؟ لا والله بس غرفة انا ما عندي. محتاجه بس الغرفه حجي؟ اي والله غرفه مستمره. اي والله يا خال ان شاء الله حجي ان شاء الله اهل الخير ما يقصرون وياك ويس ان شاء الله والله بثواب الامام الحسين يفككم الله ويفكك امه ان شاء الله ان شاء الله يحميكم الله والامام الحسين ان شاء الله حجي يا هذا اليوم يوم جمعه ان شاء الله حجي ان شاء الله يسمعون ندائك رحم الله والديك ان شاء الله ان شاء الله حجي ساعدني بجواب الامام الحسين لا غريته لا مستحيل عندي جواري نفتح ان شاء الله حجي ان شاء الله خير ان شاء الله الله يسلمك الله يسلمك الله يخليك يا من يسمع صوتي الله يخليك صحه والعافيه ان شاء الله.